أعزائي المتابعين، طبعا النهاردة إن شاء الله في سر جديد وسر طبعا خطير بالنسبة للمستقبل اللي بيستخدمه برنامج كامتازيا استوديو، وهو تصحيح الصوت وإزالة الضوضاء من خلفية الفيديو. طبعا دي مشكلة بتعوق ناس كتيرين، وأنا واحد منهم. أنا كنت الأول بعد ما أسجل أخد الصوت أعمل له بره تصحيح في برنامج تاني، وبعد كده أرجع أجيبه على برنامج كامتازيا، وده طبعا كان موضوع مرهق جدا بالنسبة لي. فلما عرفت طبعا ان في ميزه في برنامج كامتازيا ازاي تحسن الصوت وازاي تعليه وازاي تشيل منه الشرشره والضوضاء اللي في الخلفيه، طبعا كانت حاجه جميله جدا، فانا حبيت اشاركها معاكم. وطبعا الموضوع سهل جدا وبسيط زي ما حضرتكم شايفين دلوقتي. انا هبدا معاكم اللي هو اوريكم الموضوع ده عملي بطريقه سهله جدا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين انا مسجل هنا مقطع صوتي، مسجل هنا مقطع طبعا ده بالصوت وبصوت الصورة علشان اعمل لحضراتكم عليه تيست. فطبعا اول خطوة بس هسمعكم الاول اللي هو الصوت عامل ازاي قبل تصحيح الصوت، وبعد كده اوريكم الفرق ماشي ازاي. شوف حضرتك كده الفرق ده كده بالنسبة لنا، هنشغل بلاي على المقطع اللي احنا مسجلينه. أعزائي المتابعين، طبعا المقطع ده أنا مسجله مخصوص عشان نعمل عليه موضوع تصحيح الصوت في برنامج كامتازيا. ده زي تيست كده بعمله مع حضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي دي قناتي على اليوتيوب، قناة ميجا سوفت فور وورد. طبعا وديت في عندكم طبعا في هنا مثلا لو حضرتك مهتم بموضوع الصوت هتلاقي عندك برنامجين مهمين جدا اللي هو اوداستي، برنامج ده طبعا تنقية الصوت وبضغط المؤثرات والكلام ده، برنامج ممتاز جدا وازاي تخلي صوتك احترافي زي المعلقين. وفي طيب زي ما حضراتكم شايفين كده طبعا ده الصوت بدون اي مؤثرات وبدون اي تحسين صوت او كلام من ده. ده الصوت متسجل عن طريق المايك بتاع اللابتوب. تمام، وحضراتكم كده سمعتم الصوت من غير مؤثرات. طبعا بس انا هقسم الفيديو نصين عشان حضرتك تبقى عارف الفرق ماشي ازاي. زي ما حضراتكم شايفين كده هاجي هنا واقف بالشكل ده وهقسم الفيديو جزئين، جزء هيبقى عليه المؤثرات وجزء معلهوش المؤثرات. هنيجي طبعا على الجزء اللي عايزين نشتغل عليه اللي هو ده. كل اللي هنعمله هنيجي هنا على الاوديو افكت اللي موجود في القايمة دي، في حاجة اسمها نويز ريموفال اللي هو إزالة الضوضاء، هنتك عليها ونسحبها ونحطها على الجزء اللي احنا عايزين نشيل الضوضاء منه. أول ما نبدأ هنا نحطه بالشكل ده بيظهر هنا على اليمين الإعدادات بتاعته زي ما حضراتكم شايفين، يعني لو شلناها أول ما ننزل تاني بيتبان على اليمين. ضغطنا على الجزء اليمين ظهرت معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا نجرب الصوت برضه نشوف ايه اللي حصل، ما حصلش حاجه لسه. طبعا المقطع ده انا مسجله مخصوص عشان نعمل عليه موضوع تصحيح الصوت في برنامج ده زي تيست كده بعمله. اول ما سحبنا طبعا اللي هو التأثير بتاع اللي هو ازاله الضوضاء بان معانا بالشكل اللي حضراتكم سمعتوه، وان الضوضاء خفت نوعا ما. طيب ايه الامكانيات اللي هي موجوده في الجام عندنا هنا؟ طبعا هنتكلم عن دي دلوقتي، بس اول حاجه هنا اللي هو حساسيه المايك اللي هي دي بتبقى زيرو. طبعا لو الضوضاء عاليه ممكن نزودها شويه، يعني نحاول نخليها مثلا 2 او 3 او 4 لحد اقصى 5. ده بالنسبه لكم لو المايك ضعيف جدا او المايك تعبان جدا ممكن نزود حسب الاستخدام. ونجرب كده نشوف الفرق. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي دي قناتي على اليوتيوب، قناة ميجا سوفت فور وورد. طبعا ديت في تمام، وبرضه ممكن هنا. طيب لو وهنا برضه نفس الموضوع بالظبط، ده اللي هو ايه اللي هو ازاله الضوضاء من الخلفيه، نفس القصه بالظبط، وبرضه يستحسن ان هو يبقى على رقم 30. ده يعني ايه الارقام ديت بتبقى طبعا يعني نجربها بحيث ان هي بتشيل الايه الاضاءه اللي هو الضوضاء من الايه من الخلفيه بتاعت الصوت. ونجرب عندك
الصوت كده اصبح مكتوم. طب احنا لو نزلنا بدي خالص مثلا كده ونشوف الضوضاء هتبقى عامله ازاي، ونزلنا بدي برضه كده نشوف الموضوع ماشي ازاي. برودستي برنامج ده طبعا تنقية الصوت وبتاخد مؤثرات والكلام ده، برنامج ممتاز جدا. و زي ما حضراتكم شايفين الضوضاء كده زادت، وزادت بشكل طبعا جامد جدا اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. برضه ممكن ننزل نجرب اكتر ونشوف الصوت هيمشي ازاي. فزي ما قلت لحضراتكم طبعا انسب حاجه طبعا حضرتك بتجرب لغايه ما توصل لافضل نتيجه. وكده احنا ظبطنا ديت على 5 وظبطنا ديت على 30، يعني دي مناسبه بالنسبه لي. وممكن ننزل بديت كمان 25 مفيش مشكله برضه معقوله. طبعا هنا اللوجين دوت ده اللي هو زي ما حضراتكم شايفين بالظبط، لو كبرنا دي كده تمام. طبعا احنا شايفين اللي هي المؤشرات بتاعت الصوت اللي موجوده ديت تمام. لو ضغطنا عليها، لو ضغطنا هنا شوف حضرتك اللي بيحصل، بتزيد ازاي تحت وكده بتقل تمام. ده التضخم بتاع الصوت، يعني حجم ضخامة الصوت. طبعا المفروض ان احنا اما بنزود ده المفروض ان المؤشرات ديت ما تطلعش بره الاطار. لو طلعت بره الاطار بيبقى فيه نشاز في موضوع الصوت، فاحنا بس بنضخم الصوت بحيث ان الصوت يبقى واضح وما يطلعش بره. كده هيطلع بره خالص كده طبعا هيبقى الصوت ضخم جدا، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نخلي الصوت معقول. ونجرب كده الصوت ونشوف عامل ازاي. طيب كده ينقصنا حاجه واحده بس، احنا كده ضخمنا الصوت، ينقصنا حاجه واحده بس، نعلي حجم الصوت. طب ازاي نعلي حجم الصوت؟ شايفين حضراتكم اللي هو الخط ده، اللاين اللي موجود هنا ده، طبعا بنقف عليه لغايه ما يجيب لنا شكل السماني فوق بعض، وبنضغط عليه تمام، وبنسحب فوق ونعلي حجم الصوت بالشكل ده زي ما احنا عايزين كام في الميه كده. بنعلي الصوت ونجرب كده. فطبعا احنا بعد ما علينا الصوت جامد قوي، ممكن بعد كده ننزل نضخم الصوت بحيث ان برضه نشوف ان احنا طلعنا بره الاطار بالشكل ده. بس عشان نكبر اوريكم الموجه بتاعت الصوت. نشوف كده طبعا دي الموجه بتاعت الصوت، طبعا كل ما ننزل كل ما يبان معانا. احنا كده معلين الصوت، فيعني كده نجرب الصوت ونشوفه هيظبط معانا ازاي. ونبدأ نعلي واحدة واحدة لغاية ما نوصل لنتيجة كويسة. من فوق بنتحرك مباشر من فوق على اليمين. الجزء اللي مش معمول له أي مؤثرات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، يبقى دوت اللي هو الجزء اللي على الشمال فيه مؤثرات يتعمل له اللي هو تعمل له يتعمل له اللي هو الاضافه بتاعت ازاله الضوضاء، وده ما تعملوش حاجه اللي هو الجزء ده تمام. طيب احنا ممكن نعلي الصوت على ده ونشوف الضوضاء عامله ازاي، نشغل الجزء اللي ما تعملش على اي مؤثرات. شويه اشتغل هنا وشويه هنا نشوف كده الصوت عامل ازاي فيه. لو علينا الصوت شويه سحبنا وحطينا عليها برضو النويز اللي هو التأثير ده، نشوف الفرق في نفس اللحظة. وطبعا اكيد الاشتراك في القناة عشان يصلك ان شاء الله كل جديد. وطبعا وبكده حضراتكم ان الضوضاء اتشالت من
من الخلفية بتاعة الصوت بالشكل اللي حضراتكم سامعينه. أتمنى إن دي تعجبكم، وإن شاء الله هيكون في فيديوهات كتيرة طبعا وأصوات كتيرة، برامج ممتازة. ولو حضرتك ضغطت القناة هتلاقي حاجات برضه كتيرة جدا في موضوع المونتاج. وبكده حضراتكم نكون عرفنا الفرق بين الحاجات اللي تعمل لها اللي تعمل لها اللي هو التأثير، واللي هو المقطع اللي ما تعملوش تأثير، وازاي ان التأثير ده أثر على الصوت، وازاي شلنا الضوضاء من خلفية الصوت، وطبعا ازاي اتحكمنا فيه، وازاي علنا الصوت، واتحكمنا في تضخم الصوت والكلام من ده. طبعا اللي عايز الموضوع بشكل احترافي اكتر في برامج تانية، في برامج تانية عندي في القناة انا شرحها طبعا، في برنامج اللي هو اوداستي، وفي برنامج تاني برضه موجود اللي هو بيعمل خاصية اللي هو الاي دي. طبعا الحاجات دي كلها موجودة وشرحها في القناة، وحاجة ممتازة جدا. طبعا أتمنى إن يكون شرح النهاردة عجب حضراتكم، وحضراتكم شفت النتيجة قبل التأثير وبعد التأثير. طبعا لو عجب حضراتكم الفيديو، أو استفدتم من المعلومة ديت، أو كان جديد عليك، أو كان في أي استفادة منها، أرجو من حضراتكم إن أنتوا ما تبخلوش علينا بزر اللايك، وطبعا اكيد الاشتراك في القناه ده عمل لينا يعني، عشان ان شاء الله لو في اي جديد يوصلكم طبعا ما تنساش زر الجرس. تمنياتي لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده ان شاء الله تكون حلقه النهارده تمام.